الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، المعروف بمزيد الإنعام والإفضال. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال. لي في دوالك يا مولاي آمال، من حيث لا ينفع الأهلون والمال، ولم يضق بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال. ومن أكون وما قدري وما عملي، في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه رباه أنت الله معتمدي، في كل حال إذا حالت بي الحال. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي، وسيد كل عالم وتقي. رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك. سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. سواك في خلق عظيم، وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلكم إلينا رحمة، ما ضل من تبعت خطاه خطاك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. من مسجد السلام بقرية مطريف مركز ديكيرنس بمحافظة الدقهلية نحييكم، حيث نعيش وإياكم في رحاب هذه الأمسية الدينية، والتي نستهلها بهذه التلاوة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ربنا ما
شاء الله. سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب يا الله بسم الله ربنا
أخرج منها ماءها
تلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن. تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها لتعيش حياة النور والإيمان. استهللنا هذه الأمسية بهذه التلاوة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. نحن معكم هنا في مسجد السلام بميت طريف، مركز ذكرنس بمحافظة الدقهلية. وتليمان والإسلام، هيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء، نعيش في رحاب هذه الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ جمعة السعيد محمود من علماء الأوقاف. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم ضعفه وفقره ويعلم عجزه، ويعلم سبحانه وتعالى بأن هذا الإنسان الضعيف، بأن هذا المخلوق الضعيف لا يستطيع أبدا أن يقنن أو يشرع لنفسه ما يسعده في الدنيا والآخرة. أي إنسان على وجه الأرض مهما أوتي من قوة ومهما بلغ من مكانة لا يستطيع أبدا أن يضع لنفسه قانون يضمن من خلاله السعادة في الدنيا والآخرة، لأن أي قانون وضعي على الإطلاق مهما بلغت دقته ومهما على شأنه لا بد فيه من ثغرات له مداخل ومخارج. لماذا؟
لأنه من واضع البشر، إنسان زي وزيه، محكوم عليه بالضعف، محكوم عليه بالفقر، محكوم عليه بالعجز. ده مش كده وبس، ده محكوم أيضا من ناحية الزمان والمكان. إن عاش زمانا لن يعيش زمانا آخر، وإن رأى نقصا أو عيبا في مكان لا يراه في مكان آخر. ومن ثم يأتي تشريع الإنسان ضيقا. على الفور نذهب لمنهج خالق البشر سبحانه وتعالى لنعلم ما يسعده وما يشقيه. قال تعالى مخاطبا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فعل أمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بعض الناس يقول أنا بجد السعادة في الملك، أمالك ملك بلا إيمان لا قيمة له على الإطلاق ولا فائدة منه، سرعان ما يزول هذا الملك أو سرعان ما تزول أنت عن هذا الملك. انظروا إلى فرعون الذي ادعى الألوهية في موضعين في القرآن الكريم: ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، ملكه الله عز وجل حتى قال على لسانه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هل نفعه ملكه؟ لا، لأنه ملك بلا إيمان، ملك بلا طاعة، ملك بلا تحقيق لمنهج الله على واقع الحياة. فكان نصيب الشقاء والدمار والهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واحد ثاني يقول أنا بجد السعادة في المال، عندي أموال كثيرة، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، إيه المانع؟ ما فيش مانع على الإطلاق، بشرط ألا يصرفك هذا المال عن حق الله عز وجل، عن شرع الله عز وجل، عن طاعة الله عز وجل. كان ملك أو مال بلا إيمان وبلا طاعة لا قيمة له على الإطلاق ولا فائدة منه. انظروا إلى قارون كما قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. الله عز وجل يقول: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. خلي بالك قوي من التعبير القرآني، نقرأها كثير، اسمعها كثير، هل وقفنا معها؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة من الرجال من 3-9 مش قادرين يشيلوا مفاتيح الخزائن، فما بالكم بما في الخزائن. هل نفعه ماله؟ لا، فخسفنا به وبداره الأرض، لأنه مال بلا إيمان، مال بلا طاعة، مال بلا يقين، مال بلا تحقيق لمنهج الله عز وجل. إذن أين السعادة المنشودة التي نبحث عنها جميعا؟ استمع إلى القرآن: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا، هدى المنهج، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظروا إلى القرآن، ما قالش فإن له حياة، لا، فإن له معيشة ضنكا، في البيت ضنك، في العمل ضنك، في الحقل ضنك، في كل مكان ضنك، لأنه بعيد عن منهج الله عز وجل. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان،
واحد يقول الحلاوة دي حسية بيتذوقها اللسان ولا حلاوة معنوية بتجد أثرها في قلبه؟ لا، حلاوة معنوية. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة تكون صادقة، المحبة مش كلام، المحبة عمل. انتقال من مرحلة القول إلى مرحلة العمل إلى مرحلة الفعل، هذه المحبة الصادقة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. السعادة في المسجد، السعادة في قراءة القرآن الكريم، السعادة في طاعة الله عز وجل، السعادة في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه السعادة، السعادة الحقيقية التي نبحث عنها جميعا، حتى ولو كنت لا تملك من الدنيا شيئا إلا القليل، قانع وراضي بما أنعم الله عز وجل عليه، حتى ولو كان قليلا ما دمت مع الله تجد السعادة، تجد لذة إيمان في قلبك وحلاوة الإيمان في قلبك. في صحيح مسلم من حديث أنس يؤتى بأنعم أهل الدنيا، حديث صحيح، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، اللي كان مرفع ومنعم في الدنيا، فيغمس في النار سبغة، يخش بس كده ويطلع، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا، وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا اللي كان عايش يوم بيوم، فيسبغ في الجنة سبغة، يخش بس كده ويطلع، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا، وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط. الأول أنساه العذاب والجحيم كل نعيم، والآخر أنساه نعيم الجنة كل شقاء وكل عذاب. جاء رجل لسفيان الثوري رحمه الله وقال له يا إمام لقد ابتليت بداء قلبي، قلبي مريض، قلبي تعبان، فصف لي علاجا، عاوز علاج، عاوز وصفة بليغة. قال له ايه؟ قال له عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصف، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، يشفى مرض قلبك بإذن الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وباسمه الأعظم الذي إن دعي به أجاب، اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، واجعلها يا رب واحة للأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الزهور خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فلن تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. كنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ جمعة السعيد محمود من علماء الأوقاف، كانت ضمن فقرات هذه الأمسية والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد السلام بقرية ميت طريف مركز ديفيرنس بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع كف الضراعة إلى الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ
عفيفة محروسة. سبحان الله والحمد لله ولا جل وجهه وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا بديع السماء
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بهذه الابتهالات والأدعية من المتهل الشيخ عفيف محروس وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، نقلناها لحضراتكم من مسجد السلام بقرية ميت طريف مركز ذكرنس بمحافظة الدقهلية. لكم تحيات الزميل علاء الجزائري من الهندسة الإذاعية، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.